وينضم إلينا من العاصمة عمان الأستاذ مكي نزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، للحديث عن الاتفاقية العسكرية الأمنية التي تضغط طهران لتوقيعها مع الحكومة في بغداد وعن تأثيراتها على الأوضاع في العراق. مرحبا بك معنا سيدي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. ما الداعي لهذه الاتفاقية العسكرية الأمنية بين العراق وإيران، ولماذا اختارت طهران توقيعها في هذا التوقيت؟ يعني ابتداء العراق لن يستفيد من هذه الاتفاقية. يعني العراق اليوم ليست له حروب مع أحد، وله قوات مسلحة تستنزف ميزانيته كبيرة العدد، ولن يستفيد شيئا من هذه الاتفاقية. المستفيد هو الجانب الإيراني الذي كما قلنا يفرض سيطرته شيئا فشيئا على العراق. هو حقيقة مسيطر في الجانب العسكري، ولكن يريد أن يرسخ هذه الهيمنة باتفاقية ملزمة لا أكثر ولا أقل. تمام. أنتم في الميثاق الوطني رفضتم هذه الاتفاقية، وهناك جملة من المخاطر تحدق بالعراق في حال التوقيع عليها، لا سيما مع توسع نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في العراق. ما أبرز المخاطر التي تحملها هذه الاتفاقية؟ يعني هذه الاتفاقية تذكرنا بالاتفاقيات، وهي تسمى اتفاقيات نضعها بين هلالين، التي كانت تفرضها بريطانيا على العراق وهي محتلة للعراق. كل ما هنالك هي شرعنة لنوع من الاحتلال الإيراني للعراق. كل الوطنيين والناشطين حتى العالميين يعتبرون العراق اليوم تحت الاحتلال الإيراني، أو لنقل تحت الانتداب الإيراني. القضية كلها تحوم حول سيطرة هذا النظام على العراق، ونوع من إدماج العراق ليس تكافؤا بين البلدين، وإنما إدماج العراق كمحافظة أو ولاية أو إقليم إيراني لا أكثر ولا أقل. نعم، هذا يعني مختصر الموضوع. وهذا المختصر هو في الحقيقة سيء للغاية. لكن ألا ترى أستاذ مكي تناقضا في مواقف قادة الميليشيات والأحزاب التي تطالب بإنهاء الاتفاقية العسكرية والأمنية وخروج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، وفي هذا التوقيت تطرح هذه الاتفاقية؟ نعم، نحن كنا نقول ونقول الآن أن المطلوب في العراق هو إحلال إيران بدل أمريكا كاحتلال على العراق. الاحتلال الأمريكي ما يزال له نفوذ في العراق، ولكن شيئا فشيئا إزاحة الاحتلال الأمريكي ليس لصالح العراق وليس كقضية وطنية بالنسبة لهؤلاء، وإنما لإحلال إيران بدل أمريكا في العراق. هذه هي الخطة، ونرى أن المجتمع الدولي وأمريكا بالذات لا تعارض إلا كلاميا في بعض الأحيان هذا الموضوع، وكأن الأمر مبرمج منذ اليوم الأول لاحتلال العراق. شيئا فشيئا إيران تحل محل أمريكا في العراق، ومعروف أن الميليشيات والأحزاب، ليس فقط الميليشيات حقيقة، الأحزاب وجهات أخرى، يعني استطيع ان اجزم ان كل السياسيين العراقيين المنخرطين في النظام موافقون على ذلك، بل ويعملون نعم على هذا الاحلام. بالحديث عن الميليشيات استاذ مكي، كشف مؤخرا عن محادثات تقودها حكومه الكاظمي لدخول المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات، هل يعقل هذا؟ ما الذي يمنع الحكومه من ان تدخل الى هذه المناطق وتتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتعيد النازحين؟ أليست لها سلطه في البلاد؟ يعني هذه هي السخريه المحزنه في العراق منذ امد طويل. الجيش، ما يسمى بالجيش والحكومة، تسيطر عليها الأحزاب التي تمتلك وتمسك بزمام هذه الميليشيات.
فمهما صغر حجم الميليشيات أو كبر حجم الحكومة بين هلالين، ستبقى هذه الميليشيات هي قائدة العمليات العسكرية، ورأينا ذلك في المدن التي كانت تحتلها التنظيمات الإرهابية. رأينا أن الميليشيات لها الصوت الأعلى رغم قلة عددها قياسا بالجيش والقوات الأمنية وتسميات الكثيرة. هذه الحكومة تلعب على كل الحبال، ولكنها بكل وضوح تخضع خضوعا تاما للميليشيات، وكل ما تقدم لدحض هذه النظرية هو مجرد كلام وإلهاء. وخصوصا وأنها لا ننسى يعني أنها حكومة تصريف أعمال، والآن تقوم باتفاقيات ليست يعني من صلاحية حكومة تصريف الأعمال، هي حكومة ليست تصريف، حكومة مؤقتة لغرض الانتخابات، ولكنها تستعجل كل الأمور لفرض هيمنة الميليشيات ومن ورائها إيران في العراق. نعم، السؤال المطروح الآن هو عن المطلوب من العراقيين اليوم تزامنا مع هذه الاتفاقية الجديدة مع إيران، والذين خرجوا منذ أكثر من عام للمطالبة بإنهاء الحكم الطائفي وحكم الأحزاب الفاسدة واستلاب العراق من أجل أن تكون جزءا من إيران والمصالح الإيرانية. ما المطلوب من الشعب العراقي وأحرار العراق؟ الشعب العراقي أولا عليه أن يتنبه ويستيقظ من هذه الغفلة المؤلمة. وحينما أقول الشعب العراقي لا أعني الشعب العراقي كله، وإنما هؤلاء النائمون. جزء كبير جدا من الشعب العراقي نائم ومخدر، هذا يتأمل الكاظمي، والآخر له أمل في ترامب، والآخر يقول عندما يأتي بايدن. على الشعب العراقي أن يستيقظ ويتنبه إلى أنه اليوم بدون ميزانية وبدون سيادة وبدون أموال وبدون قيادة. الشعب العراقي يجب أن يتوحد تحت راية واحدة، هي راية ثورة تشرين التي يقودها الشباب الواعي. والشباب الواعي ليس كل في العراق، لكن لوحده لا يستطيع أن يقوم بما يجب القيام به من انتفاض شكرا على هذا الواقع وإنهائه من جذوره. شكرا لك سيد مكي نزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.